وانتوا عرفتوا بقى منين ان هو هيتوب ان شاء الله؟ ميشو بعظمة لسانه هو اللي قال لنا. الاول يا اخويا افتكرناه بيهزر، لكن انا والراجل ده بقالنا يومين بنراقبه، شايفينه وهو داخل خارج في القسم مع البنت الظابطة اياها اللي اسمها سارة. طب وانتوا بقى دلوقتي يعني عايزيني اعمل ايه؟ اغصب عليه علشان يرجع حرامي تاني؟ نبوس ايدك يا فطين، احنا من غير اخوك ميشو انا والراجل ده نتسوح، ما ترسيه. ايوه يا فطين، احنا عارفين انك انت ما انتش راضي عن السكه البطاله اللي هو كان ماشي فيها دي، بس لو سابها بيوتنا هتتخرب. انت المتعلم الوحيد اللي في العيله، كلمه شغل له مزيكا. ايوه يا فطين رجعه لنا زي الاول. طب ما تتعلموا منه وتحاولوا تتوبوا انتوا كمان. ما ينفعش، اصلنا حابين الاجرام قوي، بيجري في دمنا مجرى الدم. حاضر. بصوا بقى، انا عايزكم تراقبوا اخويا ميشو وهو رايح وهو جاي، وتيجوا تحكوا لي على كل حاجه انتوا شفتوها، وسيبوا بقى الباقي عليا، وانا اوعدكم ان ان شاء الله هقف جنبكم. بس بقى ممكن دلوقتي تتفضلوا علشان عندي حصه. يا سلام يا فطين يا اخويا، ربنا يقدرك على فعل الشر. جميلك ده مش هننساهولك ابدا. لو عايزنا نقلب لك المدرسة دي نقلبها لك. لا لا لا، متشكر متشكر، أنا شايلكم في وقت العوزة. أنت تؤمر. اطلعوا برا. أؤمر. ما هو ده الأمر، اطلعوا برا. مع السلامة. ربنا يخليك لينا. أمين. ربنا يخرب لك بيت يا رب. ما تنساش يا فطين. ماشي مع السلامة، مش عايزكم تيجوا هنا تاني. أيوة كده يا ميشو اجمد. الله يحفظك يا ميشو يا ابني، والله ما ضحكت زي دلوقت من سنين. المهم عم عرفان، انا عايزك كده على طول، ما تتضايقش خالص. اصل انت هنا هتجيب منين آلي علشان تفرغ بيه ضيقتك؟ تعرف يا ميشو يا ولدي، ابني بدر كان زيك كده، كان بدري منور. حكمة يا ولدي عايزك تاخدها من واحد زي ابوك. وعاك الدنيا ضرك، وعاك طول ما انت حاسس انك قوي وتقدر تاخد منها اللي انت عاوزه هتضرك اكتر، لكن ساعة ما تنكسر هتعرف وتشوف الدنيا على حقيقتها. الظاهر انكم خدتوا على بعض قوي. ميشو ما يتشبعش منه حضرة الظابط سارة، والله ده انا حبيته قوي. لا لا والنبي عم عرفان، بلاش حبيته دي، حاكم انت اي حد بتحبه بتقتله. اقول لك اكرهني احسن. بس انا حبيتك قوي. سلام يا عم عرفان. بالسلامة يا بنتي. ميشو هتجيني تاني وتعاود وتزورني، ها؟ ان شاء الله عم عرفان، بس خلي بالك انت من نفسك. هستناك يا ميشو يا عالم، يمكن ما نشوفش بعض تاني. هجيلك عم عرفان، هجيلك. مع السلامة يا ولدي. سلام عم عرفان. ولا سوستة، صباح الفل يا كبير. اخبار الشغل ايه؟ كله تمام يا كبير. طب حط الشنطه دي على المكتب وسيب لنا الزبونه دي. امرك يا كبير. يا اهلا وسهلا. عجبك البوكيه اللي عمله الواد ولا اغيره؟ انا بتهيألي احط لك ورد بلدي، اصل الورد بلدي البلدي يوكل، وانا بحب البلدي. انت مش برضه بتحب البلدي؟ بلدي جميل، البلدي هو في احلى. بلدي ايه يا سيكا وافرنجي ايه؟ سموره، سمورتي حبيبتي، كويس انك جيتي في وقتك، تعالي. انت جيت امتى؟ انا لسه داخل حالا. هو مش كده انا سوسه؟ اه كده كبير كده. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. امال الواد بتتكلم في ايه؟ لا انا بقول لها ان الورد البلدي شاح اليومين دول من السوق، اصل طب وانت مالك، يشح ولا ما يشحش؟ ازاي مش شغل يا سمورتي يا حبيبتي؟ انت على سوسه اطلع خلص مع الزبون، ما تقفش تلغي يا اخويا، تقعد تقول ورد بلدي ورد افرنجي. قول لنفسك، قول لنفسك. اتفضلي استريحي، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اهلا وسهلا. جبت لي الفلوس انا قلت لك عليها ولا لا؟ طبعا يا حبيبتي اهم 150,000 جنيه بالتمام والكمال.
مظبوطين ولا عدوهم؟ مظبوطين يا حبيبه قلبي. طب انا مش هقعد كتير عشان عندي شغل كتير قوي في السنتر. ماشي. اتصل بيك كمان ربع ساعه عليك في البيت. اروح يعني؟ على البيت فورا. طب بعد اذنك بس انا هعدي على المحامي وبعدين اروح على البيت فورا. ما تتاخرش. حاضر. بس انت وانت ماشيه على بالك عشان خاطري، عشان خاطر البيبي يا حبيبتي. ها بيبي؟ بيبي ايه اللي انت خايف عليه؟ بعد ما عكرت دمي وعكرت اعصابي. حقك عليا انت والبيبي، انا اسف لكم انتوا الاثنين. حقك عليا يا حبيبتي. ورد بلدي. ها البلدي بلدي انا هطلعه على وشك البلدي. انا اسف. مشيت الزبونة، مشيت. صباح الفل يا معلم. ايه ده؟ ياما في ايه؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ في مصيبة يا معلم. يا ساتر استر يا رب. طب اتكلم انت على طول، انا مش ناقص توتر. معلش بقى يا فؤاد، خسرت الرهان. يا ستي ألف مبروك، ولو إني لسه ما اعترفتش بالخسارة. أنت كسبتي جولة واحدة بس، لسه الماتش ما انتهاش. بس أنا كسبت جولة مهمة جدا. وانا كمان كسبت. كسبت ايه بقى؟ كسبت انك اتقدمتي خطوه في موضوع رسالتك، وده معناه ان موضوعنا كمان قرب خطوه. بجد يا فؤاد هتبقى مبسوط لو انا نجحت في رساله الماجستير حتى لو انت ما كنتش مقتنع؟ ده سؤال؟ طبعا هبقى مبسوط. طب قولي بقى عامل ايه في الشغل؟ سمعت كده ان في ترقيه جايه قريب؟ يعني بس ده يتوقف بقى على قضيه حسين المرشدي ورجال الاعمال اللي مشاركين. هو انت مسكت قضيه حسين المرشدي؟ هبدا اشتغل فيها من النهارده. انا متسكره قوي يا ميسو، ما تتصورش جوزي كان فرحان بيا قد ايه. صدق اخدني عزمني على العشاء وفسحني، وكل ده بسببك انت، بسببك انت، بسببك انت. ما تقوليش كده يا استاذه سهى، صدقيني والله انت زي القمر، بس انت اللي مش واخده بالك. ميرسي. ويا ريت بقى تبقي كده على طول. قمر سكر. بس اقول لك على حاجه، بلاش ميرسي اللي انت قلتيها دي، لحسن ممكن يقفل منك. ليه بس يا ميسو؟ واقول لك على حاجه تاني، ما تجيبيش اسمي على لسانك. قصدك ايه؟ قصدي يعني يا استاذه سهى انك تبقي بسيطه. بسيطه؟ اه، تبقي في البيت كده عروسه منوره. عروسه منوره؟ يبصلك تضحكي في وشه. لا مش قوي كده، تبتسمي بس. ايوه كده، تبقي زي القمر وبشوشه. بسوسه. ايوه، وبكده بقى يا استاذه سهى هتنسي اي مشاكل، فاهمه؟ ها؟ اه بسوسه؟ بسيطه؟ سمعة منورة. لا لا، عروسة عروسة. وانت ايه سمعك ايه؟ بسوسة بسيطة. ها منورة. ماشي. ها ايه الاخبار يا استاذة سهى؟ بسوسة بسيطة منورة. برافو. بسوسة بسيطة منورة. يا استاذة سهى، انا قصدي اسألك يعني ميشو، ميشو عامل ايه دلوقتي؟ ميشو؟ لا ميسو زي الفل، مش محتاج اي دروس خالص بجد، ما شاء الله عليه. ميسو بسوسه بسيطه منوره. بسوسه. عملت لها ايه يا ابني؟ هي مين دي؟ سهى دي كده. انا مش عايزاك تشكرني يا فاطين، لان ده شغلي واجبي وبقوم بيه، زي انت بالظبط بتقوم بواجبك، وساره كمان بتقوم بواجبها. بس انا سعيد ومبسوط قوي قوي لميشو يا دكتوره، تخيلي حضرتك بقى يصحى قبلي. ده شيء جميل قوي، بس ده مش معناه انك انت دورك انتهى، لا، المرحله اللي هو فيها دلوقتي اصعب كتير من الاول. حضرتك يا دكتوره قولي لي ايه المفروض ان انا اعمله وانا هنفذه بالحرف الواحد. شوف يا فاطين، حاله ميشو اخوك عامله بالظبط زي المدمن اللي خف من الادمان. نعمل احنا ايه بقى؟ نبعد عنه اي مكان او شخصيه ممكن تجرجره تاني للادمان، لان لو حد قابله او حد من صحابه حاول يرجعه تاني للادمان، الحاله المره دي هتبقى اخطر كتير من الاول. يا خبر ابيض، يعني هو قصد حضرتك ان انا يعني ابعد ميشو عن كل الاشخاص اللي هما ممكن يرجعوه تاني للسرقه، او الاشخاص دي يتغيروا وينصلح حالهم، مش كده؟
ايوه هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. ما تقلقيش يا دكتوره، اخويا ميشو عمره ما هيرجع تاني للسرقه طول ما انا موجود. وكما قال الانجليز، الحياه قصيره، ان لم تستغلها ضاعت عليك الفرصه. مساء الخير يا فؤاد بيه. اهلا. ازيك يا فؤاد بيه؟ ازيك يا عمر بيه، عامل ايه؟ اتفضل. الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ادي يا سيدي الملف بتاع سرقه فيلا حسين المرشدي، في كل التحقيقات وتقرير رفع البصمات. بتتكلم بجد؟ ده الملف ده مهم جدا. برافو عليك يا عمر. ايه خدمه. سيجاره عمر بيه؟ لا ده كده كتير، وراه ايه دي بقى؟ يا سيدي ما وراهاش حاجه. ولا شكرا يا فؤاد. بقول لك ايه؟ طبعا عشان الفيلا في دايره الاسم بتاعك، انت اللي قمت بالتحقيق في القضيه. بالظبط كده. قول لي بقى، شايف ايه؟ عم انس، انت ايه اللي موقفك كده؟ وطي صوتك. ايه في ايه؟ كويس انك جيت، تعالى معايا وانا اقول لك. في ايه يا عمي بس؟ قلقتني، طمني. ابوك كان واقف قدام البيت مستني ميشو وهو هيتجنن، واول ما جه خده ودخل بيه على الشقه القديمه. انا خايف لا يكون عايز يرجعه للسرقه تاني، عشان كده كنت واقف عايز اسمع بيقولوا ايه. يا نهار ابيض، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ده لسه الدكتور عصمت محذراني من كده. طب والعمل ايه دلوقتي؟ العمل ايه؟ اعمل ايه؟ اسمع يا عمي، انا هدخل كده المطبخ عندك وهنط من الشباك علشان ادخل عندهم واسمع بقى هما بيقولوا ايه. فطين فطين، خلي بالك لا سيد يشوفك يجي ينكد عليا انا. ربنا يستر. ادعي لي يا عم. ربنا يستر، ربنا يستر. يعني انت جايبني هنا ليه يا سيد؟ عشان افكرك بايام ما كنت بعلمك اصول الشغلانه، عشان افكرك قد ايه انا تعبت وشقيت عشان انت تبقى وريث عيله الحاوي. انا مش محتاج تقولي الكلام ده. لا ده انت محتاج، محتاج قوي بعد اللي انا سمعته. سمعت ايه؟ سمعت ان انت خلاص بطلت وتوبت عن الشغلانه يا ميشو. تخيل انت تعبت عن الشغلانة، وفوق ده كله كل يوم من بدري مع الضابط سارة اللي اخرتها ان شاء الله هتوديك في داهية. مش هتوديني في داهية ولا حاجة يا سيد، اطمن. دي بتحضر رسالة ماجستير واختارتني انا علشان ابقى بني ادم كويس وابقى النموذج بتاعها في الرسالة دي. برافو يا ميشو، برافو. يعني بتجرب فيك، بتجرب فيك يا ميشو، وبعد كده يا عم النموذج هترميك للقطط. بقى هو ده ميشو، ده ميشو ابن سيد الحاوي، ده ميشو اللي عالم الحرامية كله كان بيعمل له ألف حساب. أديك قلتها يا سيد، عالم الحرامية. أنا بقى عايز أخرج بره العالم ده، وبرضه الكل هيعمل لي حساب بس وأنا محترم. ياه، من يومك وأنت طالع لي يا ميشو محترم. بيتهيألك أنت لو خرجت بره أبوك وبره شغلك جدودك عمرك ما هتبقى محترم يا ميشو. وعندك فطين اخوك وعمك انا اسمهم قدامك، دول محترمين. الله يسامحك يا بابا. على العموم احنا لينا بالنتيجه يا سيد، واطمن انا هبقى كويس وكويس قوي كمان. ده بيتهيألك وربنا بيتهيألك يا ميشو. عموما انا هسيبك تلعب زي ما انت عاوز، بس انا هفكرك، هفكرك ان حذرتك يا ميشو وانك خرجت عن طوع ابوك. ورحمه امي يابا ما تزعل، انا عايزك تطمن، انا برضو ابنك ميشو.
الحمد لله يا ست الكل، ما تقلقيش انا محافظ على الوصية تمام. انا عايزك بس تدعيلنا كل حاجة هتمشي مية مية وزي ما انت كنت عايزة واحسن. وصيتك انا بنفذها بالحرف الواحد. يلا بقى تصبح على خير. فاكر الصور اللي انت صورتها انت وعمك عندي في الهنجر وانتم متعلقين معايا تحت؟ فاكرها؟ فاكرها. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الهي يا رب اشوفك متعلقة شوكا مدريد. طلباتك؟ طلبين. الطلب الاول تاخد نسخة من الصور دي وتعلقها في اوضة المحروس ميشو. وتقول له دي اهداء من عمك شيكو. الطلب الثاني انا دفعت فيه كالة 30,000 جنيه وانت ما تسواش عند تاد تعريفها. الفلوس دي تلزمني انا عاوزها. طب لو رفضت يا شيكو يا مدريد؟ عادي جدا ولا يكون عندك فكر. البوسترات دي هتتلزق على جدران المدرسة وتتفرق على كل الموجودين في المدرسة. وجنبها سي في صغير كده بيحكي تاريخ العيلة المشرف. تخيل بقى لما الناظر بتاعك ده يشوف الصور دي، انت وعمك متعلقين عندي في الهنجر والتلامذة كمان يشوفوها. تاريخ العيلة المشرف. خلاص يا شيكو اقسطهم لك على 10 سنين كاش. يالا خلاص اقسطهم لك كاش على 10 سنين. انت هتشتغلني؟ ما ايه يعني يا شيكو، يعني اللي اسرقهم لك يعني؟ مش جديد عليك يا اخويا، تعمل زي ابوك واخوك قال له هتبقى حرامي مثقف بتاع دراسات اجتماعيه. ماشي اقعد اضحك. اقعد اضحك انت يا شيكو، بتحط لي انت دلوقتي العقده في المنشار. بس يكون في معلومك انت لسه ما تعرفش فاطين سيد حسان ممكن يعمل ايه. بتعمل ايه يا عليك؟ هذا عليك ليل ونهار يا شيخ. لا يا رب اشوفهم متعلق يا رب، ربنا ينتقم منك. علق الصوره دي فين يا فطين؟ في اي حته يا عم ستيشن. انت فرحان؟ اصلها اول مره تطلع لي صوره وهتتعلق كمان. وهتتعلق كمان؟ ايه السعاده البالغه اللي انت فيها دي؟ الصور دي اللي ممكن تتعلق في اوضه ميشو، ده كان يبقى احنا الاثنين. احنا الثلاثه اهو. عشان كده يا فاطين الصور دي مش لازم تتعلق. وبعدين يا سيدي ما اتعلقتش، اللي اسمه شيكو مدريد ده هيعرف منين؟ طبعا. وانت خاسس عليك حاجه؟ ما انا اللي هتفضح في المدرسه مش انت يا استاذ بونبوني. وبعدين هو شيكو مدريد دوان بتخفى عليه اي حاجه؟ ده ممكن الحيطان تروح تقول له. وبعدين انا اتقندلت وقلت له هعلقها، فمش هكدب عليه. ما بكدبش انا بقى. ما يصحش برضه يا فطين، الصور دي لو اتعلقت سمعتنا كمجرمين تتضرب في السوق. وبعدين ده احنا نروح للي اسمه شيكو مدريد ده ناكله بسناننا. ناكله بسناننا؟ واحنا رحنا له المره اللي فاتت من غير سنان، ما كانت سناننا في بقنا وعلقنا. بص بقى بونبوني، لو رحنا له تاني هيعلقنا تاني وهيصورنا فيديو وهتبقى فضحتنا بجلاجل وهيوزعها للفضائيات كلها. علقها وانت ساكت يا بونبوني، علقها وانت ساكت. ها سيبني بقى قاعد افكر في المصيبه التانيه اللي طالبها مني دي. مصيبه ايه يا استاذ فطين؟ 30,000 جنيه. ايوه يا عمي، شفت بقى المصيبه؟ يعني هو انا دلوقتي لو كان معايا 30,000 جنيه مش كان زمان اتجوزت لميان خطيبتي؟ اللي من حقها هي فين؟ اوعى تكون قلت لها. لا وانا اقدر يا عمي، ده اذا كان رميت لي الدبله في وشي لما رفضت ادي دروس خصوصيه. امال بقى لو قلت لها انا عايز 30,000 جنيه هتعمل فيا ايه يا عمي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ما تقلقش، خلي موضوع الفلوس ده عليا انا. بجد يا عمي؟ بس هتعمل ايه بس؟ ما انا عارف الظروف. ما تقلقش يا سيدي، انا اعرف اتعامل مع الموقف، بس سيبني افكر. اه يا عمي، وانا كمان عايز اقعد افكر هقول ايه لميش اخويا لما يدخل اوضته يلاقي الصور متعلقه. الو مستر الدرعات رعاية المصري.
مستر ألدرادو، ميشو الآن في طريقه إلى القاهرة. Thank you for calling. الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر. والله العظيم وحشتني جدا. ربنا يخليك يا رب. الله يسلمك يا بونبوني، وانت والله العظيم ما وحشتنيش خالص. عيش الله يحفظك. طمني بقى، المصلحة بتاعت لبنان قضيت؟ مش ميشو اللي يتسأل السؤال ده بونبوني، قضيت طبعا. تمام، عفوا يا برنس. ها هتفسحني بقى ولا تقولي تعبان وجاي هلكان وجو الفكسان ده؟ لا والله يا بونبوني، انت هتروح على بال ما اروح اسلم من الامانه واشقر على ناس حبايبي. ماشي يا عم، الله يسهله. اللي قول لي، انا اسمع ان لبنان فيها حاجات تجنن. اخر حاجه يا بونبوني، اخر حاجه. جبت لي ايه بقى معاك يا برنس من لبنان؟ جبت لك يا معلم لبان. لبان؟ بص حلوه، حاجه طلع فيها غيظي. ليه يا ميشو؟ توقفت ليه؟ باكل لبان في الشنطة بس. اللي ورا؟ ايوه. انزل اجيبه يعني؟ انزل حالا. اوبا، فين بقى حطه فين؟ سلام يا بوني. يا ميشو يا عين عليك ابو السيد في البدلة، بدر منور. صحيح القالب غالب. ميشو، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. سيد ألف حمد لله. الله يسلمك. على السلامة. إيه ده؟ إيه الشياكة دي يا عم؟ بجد حلوة؟ حلوة أوي أوي أوي. أنت هتتجوز ولا إيه؟ يوم الخميس إن شاء الله. ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. سيد مش محتاج أي حاجة؟ لا كله تمام الحمد لله. أنت هتتكسف مني، ده أنا ابنك. يا ده اتكسف منك أنت يا ميشو، شايلك العوزة. طب قول لي العروسة المرة دي إيه نظامها؟ لا حلوة، حلوة أوي 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 أوي، وفوق ده كله نايم على شوية رزم حلوين أوي أوي أوي. قول لي عملت إيه في المصلحة بتاعتك؟ عيب يا سيد، ما أنت عارف. يلا، مش عايز حاجة؟ لا بس هتحضر الفرح أوعى تنسى. حسب ظروفي بقى. إيه حسب ظروفك دي؟ لا لازم تحضر. ال انزل يا جميل على الساحة ويا بنتك وانتك هكذا. ايه ده؟ مين اللي علق الصورة دي؟ ومين اللي عمل فيهم كده؟ شيكو مدريد. شيكو مدريد وخطفني بطريقة مهينة من وسط الشارع وأجبرني إن أصور، مع إن الدستور وحقوق الإنسان تمنع الإجبار. ومش كده وبس يا ميشو أخويا، لا ده جالي المدرسة وبكل بجاح هددني تهديد صريح إني أعلق الصور دي في أوضتك، يا إما يعلقها هو في المدرسة. وكمان طلب مني 30,000 جنيه اللي دفعهم في يالي المعلم الششتاوي، وقال لي إني ما أسويش تلات أبيض. وانت عملت ايه؟ علقت الصور بس من غصب عني والله العظيم يا ميشو اخويا، ومع اني بكره العنف بس انت لازم بقى تاخد حقنا منه بقى يا ميشو، وبعد كده بقى توب. وانتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ بتتفرجوا؟ ما انت عارف الكتره تغلب الشجاعه. وكمان الخطه كانت باللغه العربيه، فهمناها بعد ما اتقفشنا. ماشي يا شيكو، ماشي. واضح ان غياب يومين خلاك تنسى، يبقى لازم افكرك. في ايه يا حضرة الضابط خير؟ فين المشهور سيد حسان الشهير بيمشي الحاوي؟ برضه مش ناوي تعترف. اعترف بيه يا فؤاد باشا. فيلة المانيال وعمارة الزمالك، ايه الحاجات تنسى؟ يا باشا صدقني انا معرفش سيادتك بتتكلم عن ايه. عموما القضايا عندنا كتير وكلها ضد مجهول. تقريبا كده انا خلاص لقيت المجهول. فؤاد باشا، هو ليه سيادتك حاططني في دماغك او كده؟
في الواد دحروج اللي انت هربته. يا باشا انا لا هربت حد ولا اعرف اي حاجه. ومين دحروج ده؟ ماشي انا هخليك تعترف ومزاجك. تاخدوا الواد ده وتطبقوا بصماته بكل القضايا اللي اتحفظت عندنا. امرك يا باشا. انا بشتبه في الواد ده. يا باشا انا هفضل محجوز هنا كده لحد ما يراجعوا كل القضايا دي. حظك بقى. وبعدين شغل المباحث الجنائيه عندنا دقيق وبياخد وقته. بس سيادتك عارف ومتاكد اني ماليش دعوه باي قضيه من القضايا دي. خلاص اعترف. خدوه قدامي. انت بس ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ كل حاجة يا عمي كل حاجة. عاجبك يعني تهديد شيكو ليا ولا قسوة قلب لمياء حبيبتي عليا ولا اخويا ميشو؟ اخويا ميشو اللي نفسي ومنى عيني ان يبقى كويس علشان ما يجيش البوليس ياخده من وسطنا واحنا واقفين نتفرج. ولا ابوك اللي بيتجوز ولا على باله اي حاجة؟ بس ولا يهمك، كل حاجة وليها حل. لمياء حبيبتك يا سيدي هتزعل لها شويتين وخلاص، واذا زاد الزعل حبتين نبقى اروح انا اصالحها وارس لك ودنها. وبالنسبه لميشو بقى ما تقلقش، زي كل مره هيسالوه سؤالين ويسيبوه. طب وشيكو زفت مدريد ده يا عم؟ ده انا خايف اروح المدرسه لحسن الاقي صورتي متعلقه. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ما تخافش، وحتى لو علقها واجه. النهارده فرحي يا جدعان. انس عاوز كله يبقى تفاطين النهارده. واركب الحنطو واتحنطو. مالك يا بابا؟ واركب الحنطو واقعد قدام. مالك يا بابا؟ جاب واتحنطر حجاوي الحاجه. بقول لكم ايه، دخلتي ليله الخميس والعروسه جايه بكره عشان تتعرف عليكم. عاوزكم بقى تنضفوا، كل واحد يخش الحمام يفضل يليف في نفسه قد يوم كامل، فاهمين؟ استعدوا يلا. هتجوز هتجوز واركب الحنطور. ثانية يا سيد قبل ما تركب الحنطور. سيد واقعد سيد قولي وامسس في ايه؟ قولي شيكو مدريد ده اللي بيهدد فطين وعايز ال 30,000 جنيه بتوعه، هتعمل معاه ايه؟ أناس ولا فطير؟ هقول لكم انتوا الاثنين، انا مش عاوز حد فيكم انتوا الاثنين يخرجني عن الاحساس اللي انا فيه دلوقتي، فاهمين؟ يا بنت السلطان حني على الغلبان، المايه في ايديكي وبصيد عطشان. سعيده يا حلوه سعيده يا اللي بلادك عز. واركب الحنطور واتحنطر. هوبا واركب الحنطور. هتجوز يا حلوه يا سعيد.